مرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامج نفسنا، برنامج نفسنا، برنامج النساء الأول في مصر والوطن العربي و كوكب الأرض كله. أهلا بيكم في برنامج نفسنا، البرنامج اللي بيتكلم دايما في مواضيع جميله ومواضيع تهم المراه وتهم الرجل وتهم الطفل وتهم كل بني ادم على وجه الارض. برنامج نفسنا النهارده هيقدم لكم فقرات لذيذه ولطيفه. في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن الاغراء عند الستات. مغص كلوي ده، مغص كلوي ده، لا ده مصران. الاغراء عند الست، الاغراء عند الرجاله. اكتر حاجه بتغريها في الولد واول حاجه هي العضلات. لقاء مع عمر عبد الرحيم. لا انا جالي مثلا واحد في الكلاس بتاعي ضخم كده بعضلات وبتاع، وجا قال لي اتورق يا باشا قول اللي انت عايزه. واول فقره معانا النهارده هي ايه؟ عندها ازاي ده؟ مغص كلوي ده، مغص كلوي ده، لا ده مصران. الاغراء عند الست. ده لو الاغراء كده، يا لهوي، ده لو الاغراء كده محدش هيعبر المرأة. لا ليه اهو ده اغراء، لا ده شنن. ده دي جالك جلطه في المخ. على فكره عدوك ابن كارك، عشان هما الستات فشايفين اسلوبي في الاغراء جلطه. ليه الغيره والكلام؟ لا الست ما تكرهش الا الست اللي زيها، والراجل ما يكرهش الا الراجل اللي زيه. يعني نسيتي تغطلي؟ لا نسمع راي الرجاله، يمكن ده عجبهم. يعجبهم ده؟ انت ايه دخلك انت؟ طب انا عايزه اشوف راجل يعجبه بقى. اعملي له كده في الاغراء. اتفضلي اعملي بقى شويه دول. ده ده معناها ان هي اغراء بس عايزه تتفلى او عايزه ترجع. من كده مفلفله. ايش فهم الستات في ايه اللي بيغري الرجاله في الستات؟ ايش فهموا؟ احنا ساعات بنتخيل حاجات وهم بيبقوا بيغريوا يعني حاجات ثانيه خالص. يعني واحده قاعده عامله كده، الراجل يقول صوتها حلو قوي الست دي، ايه ده بصي عينيها، والتانيه تقول ايه عندها مغص كلوي ومعوجه كده، وعندها كتف وكتف، وعندها شلل اطفال، وعندها عين اوسع من عين، وفتحه مناخير اكبر من الثانيه، والشفه اللي تحت كبيره واللي فوق رفيعه، ودقنها ملهاش دقن، ورقبتها متكوكه. على فكره هو ما اهتمش بكل الكلام ده خالص. هو شاف حاجه فيها حسسته انها انثى قوي، فالذكر جواه تحرك. اللي هي دي انت ايش فاهمك بقى في الاغراء؟ اللوحه دي احب اسمع رايك في الاغراء. دي بتطرقع رقبتها. ايه البق ده ورميه ده؟ البق ده عمل ازاي؟ ما هو ده الاغراء بتاعي بقى. ازاي؟ دي بتطرقع رقبتها مع تانية شفه. تلاقي رجاله ام تلاقي لها الا الله كده على دي. انتصار بتجرنا لمنطقه حساسه جدا، وعيب ان انا اتكلم فيها. عيب، انا لسه صغيره على الكلام ده. وما ينفعش انساق وراها. انا لسه صغيره. ربنا يرحمك يا غاليه، بهدلناكي في نومتك. الله يرحمك. كل من هب ومن دب تروح تحط لها شويه سيليكون وتشفطر وتقول انا لسه صغننه. صغننت ايه يا بنت؟ ده انت معديه. يلا المهم. لا وهي كانت جمال رباني، يعني لو شفنا سعاد وزميلتها طبعا، المناخير مناخير، البق بق، الخد خد، الرقبه، تحسي ان هي الجسم جسم. حته واحده نزلت السوق وملهاش تاني، وملهاش قطع غيار، نعومه كده. هي دي كده خلاص، نزلت كده ملهاش شبه خالص. دلوقتي بقى يروح الدكتور يقول لك اعملي مناخير سعاد حسني وشفه صباح وحاجب زبيده ثروت ونني عين ليلى فوزي. يقعد بقى الدكتور يعني ينخر بمشامير وتناشيد وفي الاخر كله شبه بعض. وحقن، وبعدين كلهم يطلعوا بقى كله شبه بعض كده اسطمبه. ففعلا ممكن تبقى حاجه بسيطه قوي تغري الراجل في الست. يعني زمان كنا نضرب، مش زمان قوي، كنا نضرب التايجر على ايامك. التايجر ايامي ايه؟ جاب ايامي لايامك طبعا، هي قبلي بزمان، قبلي بمراحل. بس طبعا انا بجيب كل المواضيع فيا على اساس ان انا خلاص اظهر وبان عليك الامان، انا بقيت نناه، فانا شيل الليله كلها. هي لسه غندوره.
التايجر ده يا اخوانا كان له مفعول السحر. اي تايجر في الدنيا اضربيه تلاقي نفسك ماشيه انثى. انثى لابسه ايه؟ لابسه تايجر حلوه. تايجر فوق تايجر تحت تايجر. المهم ان هي ايه؟ تحس ان هي فيها حاجه كده، نمر حاجه كده ملعلطه، نمر معدي. عامل شرس تايجر بالظبط. والله بقى لو حته ذهبي مع التايجر، وكعب عالي وفستان محزق وفتحه من ورا. بس التايجر ده يعني ما كانش زمان قوي، زمان على ايام افلام الابيض واسود كان في كده يعني مشهد مكرر في كل الافلام، وكان بيتعمل مع كل الناس. لما فاتن حمامه مثلا تمشي في الشارع وهي ماشيه فاتن حمامه الجميله دي اللي هي يمين وشمال بتجيب اخر الكون، والوسط كده وباين في مرونه بقى، والشوز عامله كده وباين ايه، وهي ماشيه بقى تروح رجلها ملويه تحتها. ف رجلي ممكن. انت ليه اديتي مثل فاتن حمامه؟ لا ليه ابعد واحده؟ لا انا قصدي سوري هند رستم. ما انا عماله اقول فاتن حمامه. لا لا انا قصدي هند رستم. ما اقرب لها هند رستم، هدى سلطان، ماجده الصباحي. انا بالنسبه لي هند رستم هي كانت مثال الاغراء في الزمن. بس مفيش ده. هي مارلين مونرو الشرق. مفيش جهد زيها سكه في الاغراء، وممكن تكون من غير ما تاخد بالها. يعني فاتن حمامه اللي بتقولي مش سكتها الاغراء، لا كان فيها حاجه تغري. لا بس هند رستم حيث زي ما قلتي الوسط والهانش والرجلين. لا بصي بقى والمشيه، هند رستم دي الاسانس او السورس بتاع الاغراء. سورس عجبتني. يعني روح احنا ناخد منها كده ونعمل كده نتليف، ناخد حته اغراء من هند رستم ونتليف. الله يرحمك يا غاليه. ونتعلم. نبص على الصور كده ونتعلم. بس هو احساس، مش علام، هو احساس. احساسها هي بانوثتها، ولما كانت تنطق اسماء الرجاله لما تعوز تتدلع تقول ممدوح سون سون يا حبيبي سما سما. فاكرين الاغنيه اللي غنيتها مع فؤاد المهندس ايه؟ حبيبي يا ري فاكر ولا لا؟ حبيبي يا ري فاكر ولا لا؟ فاكر الهوى لما جه سوا؟ فاكر الهوى لما جه سوا؟ حبيبي 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 يا ري حبيبي يا ري فاكر ولا لا؟ لا ولما رقصت في القطر يا مجب اليوم وليله مع فريد الاطرش. مع انها عايزه اقول لك حاجه بقى، يا خرابي على الحلاوه، هي فعلا لا تجيد الرقص الشرقي خالص. يعني لما تجيبيها وتجيبي ساميه جمال، او تجيبيها وتجيبي تحيه كاريوكا، او تجيبيها وتجيبي سعاد حسني اللي هي ما كانتش رقاصه يعني، وتقني بين الرقص ده ورقص ده، ما فيش اي مبادئ رقص شرقي. بس تتفرجي عليها بترقص. لا بترقص وبترقص كويس قوي كمان، وبترقص اجدع من اجدعها رقاص، وجامده جدا في البدله. ما هو احساس. ومثال الرقص الشرقي العربي ده اسطمبه. لا ما هو احساس، هو بقى ولا رقص ولا حاجه ولا جمال ولا حلاوه، هو احساس واتيتيود. طب نطلع نشوف راي الناس في تقرير ونرجع تاني نكمل. استنى ملكة إغراء زمان سعاد حسني، وملكة إغراء دلوقتي هيفاء وهبي. زمان هند رستم كانت حلوة قوي، دلوقتي ممكن هيفاء وهبي. ملكة الإغراء زمان هند رستم عشان جميلة، ودلوقتي مش شايف إن في حد يستاهل. صباح كانت ملكة الإغراء زمان، صوت وشكل وكل حاجة طبعا، دلوقتي غادة عبد الرازق. زمان كانت هند رستم علشان هي كانت أنثى بدون أي تصنعات، دلوقتي أنا مش شايفة أي ملكة إغراء على الساحة. ملكة الإغراء زمان كانت ميرفت أمين عشان كان فيها أنوثة، لكن ملكة الإغراء دلوقتي برديس، بس برديس جامدة بس من غير أنوثة ولا حاجة. بالنسبة لزمان ممكن نقول هند رستم كده كان دلوعة كده شوية. ملكة الإغراء زمان سعاد حسني عشان كانت بتعرف تتدلع، وملكة الإغراء دلوقتي أمينة خليل. دلوقتي ممكن نقول هيفا مثلا، السنس بتاعها عادي كده. ربنا ما يقول سعادتك أنا شايف إيه. القضية دي هزت الرأي العام كله. دي هزت بس دي هزت هز يا باشا. ربنا يستر على شباب. فاكره زمان لما كان في الافلام بقى الابيض واسود البي يبقى قاعد والشغاله بقى بتمسح الشقه؟ ما توسع يا فيل.
كان مخرجه ومراته جايه. ايه يا ايه يا كده ليه؟ ما بقول له وسع. هو مش عايز يوسع، ممكن بس اجيب تحت الكنبه. وفي منظر برضو دايما السلم واقفه فوق بتنظف النجفه وهو بس والبيت. والله يا رجاله دي عليها حركات. الله العظيم. حركات موضوحه قوي ومفقوسه قوي من زمان قوي. يا اما هو وبرضه بيكرروها تاني. يا اما هي تحته ماسكه له السلم وهو نازل بقى بيبص على المنور. عايزه اقول لكم انه فعلا في دراسات بقى عشان نخرج من المأزق ده، عشان ما يقولوش ان احنا ايه بنقول كلام ملوش ابعاد علميه. في دراسات عملوها اتنين باحثين، واحد اسمه لاري يونغ والتاني اسمه براين الكسندر، عملوا كتاب اسمه الكيمياء بين الحب والجنس وعلم الانجزاء. اوكي؟ ودرسوا فيه انماط مختلفه من الرجاله. وعملوا دراسه على عدد من الرجاله وشافوا كل راجل بتغريه ايه؟ في رجاله بتغريها. عملوا دراسه على مصطفى؟ لا ما كانش هناك. المفروض انت تقولي لنا. مش هنعرف لحد دلوقتي ما اعرفش. دي تبقى مشكله كبيره قوي يعني. على العموم ما علينا، دول عملوا دراسه وفي كمان جامعه في تركيا عملت دراسه على 300 شخص وشافوا كل شخص بيعجبه حاجه معينه في الست وقسموهم لثلاث انواع. في رجاله بيعجبهم او بيغريهم في الست منطقه الستر، في رجاله بيغريهم في الست منطقه الارض، ولا راجل هيعبر، وفي رجاله بيغريهم في الستر منطقه الرجلين، في الست منطقه الرجلين. اوكي، انتوا بقى كل واحده فيكم هو البود غالي قوي بصراحه، كل واحده فيكم هتقول لي الراجل اللي بيغري منطقه الصدر ده راجل عامل ازاي، الراجل اللي بيغري على طول قولي اللي بدل خلاص تلات عرفنا. دلوقتي انا هرد عليكي. طب نوعيه السمك اللي انت بتصطاد بيه هو اللي بيجذب السمك اللي انت هتصطادها. يعني نوعيه السمك هتحطه في الصناره، ترمي صنارتك كده هتطلع لك نفس النوعيه برضو اللي انت حاطط سمكتك فيه. يعني الاناء يعب بما فيه حسب نوع الطعم. ينضح بما فيه. ينضح حسب نوع الطعم نوع السمك. نتكلم بقى، مش هنتكلم في بق بعض بقى يعني ثلاث حاجات. يلا بنبتدي مع فقره. ثلاث حاجات مرة. الصدر والارداف مش عارفاهم والرجل. اقعدهم لك تاني. والارداف والرجل ثلاثه عندي ايه. يا معلوز انت شغليه مجنونه على فكره. لا لا بجد الست لازم تعرف برضو، الست لازم تعرف مميزاتها وامكانياتها طب سيب الاخرين يقولوا لك ده. يعني لما 300 يعملوا عليهم دراسات يطلعوا بيحبوا المناطق اللي هي فيا انا جامده، يبقى انا ايه؟ افروديت. اروح فين؟ برضو السمك اللي بيطلع من الميه اللي انت بتصطاده دوت بيدل على شخصيتك وعلى بيدل على نوعيه السمك اللي انت حطيتها في الصناره. هو الاغراء كده برضو، هو الاغراء كده. نفرض مثلا ان راجل دايما تجذبه حلاوه رجلين الستات، يعني دايما كل ما يبص واحده يقابل حد يقول لها اهلا. اسمي حضرتك. اتفضلي. طبعا جزمة حضرتك بتدل على شخصية متميزة. لو هو الشخصية دي بتاعت الأستاذ فؤاد المهندس الفيلم يبقى هو رجل لن يعترف بإعجابه ليكي ولن تكن له المبادرة الأولى. تأكدي يعني هو ما تلاقي دي عمل كده أعرف إنه مش هيبدأ. لازم أنت اللي تبدأي، يعني تقولي له بصي يا إسماعيل أنت بتبصي على رجلي وعينيك اتخرمت عليها ليه؟ أنت معجب بيا؟ فيقول لك لا يا فندم انا تحت امرك، انت ست الكل، وفي حد ما يعجبش بيكي رجليكي؟ انا ما بصيتش على رجليكي. خلاص اذا اعتبر الاستاذ اسماعيل ده انتوا اتجوزتوا. الراجل بقى اللي دايما عينيه تلطش في صدر الست ده عنده نرجسيه. رجل نرجسي. نعم نرجسي. اما بقى الدراسه بتقول، الدراسه اللي اتعملت في جامعه تركيا والكتاب اللي عملوه الاثنين ده، انت اللي حددتي التلاته دول من الاول. اشربي بقى. هم بيقولوا كده، انا بقول دراسه على فكره ما جبتش حاجه من بيتنا. بتقول ان الناس اللي هم ستايل بيحبوا ستايل بتاع كيم كارداشيان او جيلو او كده، جيلو مين؟ جينيفر لوبيز. ويعني وموتشي اسمها او بدريا توبا. لو حد بيحب الستايل ده من المنطقه دي تعالوا زورونا. فبيبقى غالبا راجل عملي جدا 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 وعارف كويس. بيحب عملي وعارف يعني عايز كل اللي يعرفوني عقلي عملي 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 عملي. لا يعني عملي بيخش في الموضوع على طول. يلا مش هيضيع وقت. دوري ايه بتتجوزي؟ عارف وعايز ايه
على الموضوع على طول، ولا هو رومانسي ولا هو عاطفي ولا هو حساس، عملي بحت. ودي كانت نتيجه الدراسه والحمد لله. بس عايزه اقول ان انا استفدت حاجه كويسه قوي من الفقره دي، ان انا اكتشفت ان الاخت بدريه هي اللي فيها كل المواصفات بتاعه الفقره، فانا هعتبر سوري هعتبر ان بدريه طبعا هي ملكه اغراء الفقره. With my pleasure. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نكمل الفقره الثانيه. اوه